يجري على المنطقة الشرقية على العوامية بالخصوص مخالف لما تبرره الجهات الإعلامية الرسمية. ما يجري هو قتل خارج القانون، هو انتهاك لأولى مبادئ حقوق الإنسان، حق الإنسان في الحياة. الأمن منعدم، الناس لا تأمن على نفسها في منازلها ولا في منطقتها ولا في خارج المنطقة، بل حتى المهجرين الذين ينتقلون إلى خارج العوامية فإنهم ليسوا آمنين. هذا القتل خارج القانون يجب أن يتوقف. هذه الانتهاكات برسم الضمير الإنساني، الجميع مطالب بأن يكون له موقف، أن يسجل موقفا. وأضع في الإيمان أن لا تغيب مسألة العوامية عن أدبياتنا وأن تكون حاضرة في فعالياتنا. والجهات الدولية، المنظمات، منظمات حقوق الإنسان، هي كلها مطالبة بأن تبدي موقفا وأن تساهم بما يمكن المساهمة من خلاله في إيقاف هذه الانتهاكات. المطلوب هو إيقاف الانتهاكات، وليس المطلوب إبداء مواقف خجولة أو تسجيل قلق.